من جديد أهلا بكم. بحسب إحصائيات أمريكية فإن 4 من بين كل 10 مواطنين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في ظل أزمة البطالة الناتجة عن كورونا. ويأتي ذلك تزامنا مع تصدر الجهود السعودية لمواجهة هذه الجائحة. مشاهدينا على كل المزيد في تقرير زميلتنا دانا بلان، دعونا نتابع. صورة بسيطة التقطها ويليام لوثر مصور سان أنطونيو إكسبرس نيوز في ولاية تكساس الأمريكية، عكس فيها الواقع الأمريكي اليوم، حيث أظهرت الصورة أكثر من 10,000 سيارة في موقف للسيارات بانتظار الطعام من بنك سان أنطونيو للأغذية. مع الانتشار الواسع لفيروس كورونا في إحدى أغنى دول العالم، يعاني سكان الولايات المتحدة من البطالة بنسبة تتجاوز 14%، ما أدى إلى تسجيل حوالي 7 ملايين أمريكي في برامج الأنظمة الغذائية الفيدرالية إثر معاناتهم من انعدام الأمن الغذائي. انتشار فيروس كورونا تسبب في أزمة اقتصادية أدت إلى نقص في الغذاء في دول كبرى حول العالم، إلى أن السعودية تشهد وفرة في الغذاء، ويظهر ذلك جلياً خلال المناسبات والوجبات المتنوعة على موائد الطعام في البيوت وإكرام الضيوف. كل ذلك دليل على مستوى الرخاء المعيشي وعمل الحكومة على ضمان سلامة سلاسل الإمداد في الغذاء والدواء في الظروف الاستثنائية. وتعد السعودية إحدى أفضل 10 دول في التعامل مع التبعات الاقتصادية للجائحة، كما حرصت المملكة في مشاركتها مع عدد من الدول والمنظمات الدولية على تسريع إتاحة لقاح فيروس كورونا للدول الفقيرة، إذ التزمت بمبلغ 500 مليون دولار لتحقيق هذا الهدف. قامت المملكة بضخ 500 مليون دولار لدعم هذه المبادرات، وعلينا نحن نعلم أن علينا تهيئة الظروف المناسبة للحصول على اللقاحات والتشخيص اللازم. وفي كلمة لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أكد الأمير أن المملكة شهدت انخفاضاً في معدل البطالة، إذ وصلت نسبته إلى 11.8% بداية 2020، العام الذي شهد خسارة عالمية في سوق العمل. وأكد ولي العهد على أن المملكة ستكون أقل الدول تأثراً بالجائحة مع نهاية العام الجاري. على الرغم من الرخاء المتوفر في المملكة، تكلف ظاهرة هدر الطعام السعودية 40 مليار ريال سنوياً، حيث تبلغ نسبة الغذاء المهدور أكثر من 33% بحسب إحصائيات لوزارة البيئة والمياه والزراعة، حيث تسعى المملكة إلى نشر التوعية بهذا الشأن من خلال إطلاق حملات توعوية حول مفهوم الهدر، وذلك للحفاظ على موارد المملكة. دانا بلان، MBC.